السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم عمود انشائي. دي انا فتحت لوحة بتاعة كهروميكانيكال على اساس هنستفاد من بعض الحاجات من الاختلافات بينهم، يعني طبعا اسهل ان احنا نفتح انشائي، بس خلينا نشوف بعض الحاجات. اول حاجة هاجي هنا واقول له مثلا عايز اشوف فول، دلوقتي عايز اعمل فيو للانشائي، فاقول له فيو واقول له من بلان في بلان فيو انا عايز استراكشر بلان. طبعا ما فيش حاجه اتعملت قبل كده لان كان ده ملف كهروميكانيكال، فاقول له افتح لي ليفل 1 مثلا انشئ. فهيبدا يفتح لي اهو استراكشر بلان ليفل 1. طيب لو انا قلت له هنا انا عايز احط عمود، فاروح للاستراكشر تمام واقول له انا عايز احط الكولوم بتاعي اهو تمام، او من ارتكشر لو قلت له على الكولوم هيديني اختيارين ارتكشر واستراكشر، في فرق بينهم؟ اه في فرق بينهم تمام. ساعات كتير في الانترفيو بيتسال السؤال ده، ايه الفرق بين الكولوم ارتكشر والاستراكشر كولوم تمام. الارتكشر كولوم بتقدر تحط فيه الخامات، بس ما تقدرش مثلا تعمل عمود مايل مثلا تمام، ما تقدرش تعمل عليه تحليل انشائي. انما الاستراكشر كولوم تقدر تعمل عليه تحليل انشائي، تقدر تعمل عليه عمود مايل، بس هو مشكلته في الماتيريال ولا احنا كتيره بنعملها. دلوقتي هقول له مثلا عايز كولوم تمام، فبدأ يجيب لي الاختيارات ديت اللي ممكن تحط العمود كده وممكن تخليه مايل. خلينا نشتغل عادي. طيب هبدأ احط اول عمود وتشوف ايه المشكلة اللي هتحصل. كاتب رسالة قال لي العمود اللي انت رسمته ده مش موجود. ليه مش موجود؟ لان هنا الاختيار دوت بيقول لي انت عايز العمود اللي تحت ولا لفوق. طبعا انا عايزه في بعض الاوقات بنحتاج ان احنا نعمل فاونديشن لتحت، بس دلوقتي عشان احنا بندي امثله فعايزين هاي. على الارتفاع كام؟ اقول له خليه لحد الروف تمام. يبقى هو كده لحد الروف. الروف عدلت في الرقم بتاعه هتعدل تلقائي مع الروف. في اختيار اسمه روم باوندري، يعني انا لو عندي دلوقتي غرفه روم مكونه من 4 حوايط او من قاعد من حوايط وحطيت العمود، فلما يجي يحسب المساحه هيطرح منها العمود ده ولا ما يطرحش العمود ده تمام. طيب بفرض ان انا ما عنديش الفاميلي دي، هقول له لود فاميلي، بس ما تدورش على الفولدر اللي اسمه كله، لازم استراكشر كله. يعني وانت بتجيب الفاميلي هتلاقي فولدر في فولدر فيه فاميلي كاتيجوري فاميلي اسمه كولوم، لا ده الكولوم ده بيبقى معمار، فخليك في الاستراكشر كله. طيب خليني مثلا هقول له دلوقتي انا عايز احط العمود اهوت، وهاجي هنا عند التقاء الجريد تمام، ابدا احط العمود بتاعي. خلينا نبص في الخصائص بتاعته بتاعت العمود. طيب عشان نقدر نعمل سيلكت افضل هاجي على الديسيبلين واخليه ستراكشر، ده هيسهل علينا الشغل تمام. ماشي واقول له هنا انا عايزك لما تيجي تعمل سيلكت على المسطحات ينفع، في اختيار فتحت اهوت وده هنضر ليه ليه ماشي. سيبك زون فيها، خلي بالك هو اتطرح برضه من سيبك زون تمام اهو العمود اهوت تمام. خلي بالك هو لقط الكولوم دي حاجه كويسه جدا، يعني لما بنحط العمود الانشائي ساعات بيبقى مطلوب مننا نحدد الاماكن بتاعتها بالظبط فين بين الجريدات. الجريدات بتبقى معموله على اساس العمود تبقى معروف كل عمود فين المكان بتاعه بالظبط. العمود الانشائي العمود المعماريه اللي هي للمنظر والواجهه وحاجات زي كده مش مهم قوي، بس بالنسبه لي مهم قوي ان يتعرف لكل لوكيشن. ده يفيدني كتير قوي لما اجي اعمل لما اجي اعمل جدول للاعمده ماشي. طيب هنرجع تاني واقول له كولوم، وهتيجي تقول له عايز مايل تمام بالشكل دوت، فهيقول لك من ليفل كام لليفل كام تمام. ليفل 3 خلي بالك هو كمان سالب 4000 لحد ليفل 1، يبقى كله هيتعمل تحت، انما دلوقتي جزء منه هيتعمل تحت
وجزء منه يتعمل فوق، بحدد النقطة اللي تحت وحدد النقطة اللي فوق، هو يرسم العمود بالشكل ده. طيب ايه تاني ممكن استفاد بيه في موضوع الأعمدة دوت؟ تمام، هقول له خلي بالك لما اخترت ده الاتنين دول مبقوش موجودين، لا هقول له فيرتيكال كولوم. تمام، في حاجة اسمها اد جريد. تمام، اد جريد يعني ايه؟ يعني هبدأ اعلم على عدد كبير من الجريدات، وهو كل ما يلاقي جريدين خاطين في بعض يروح عامل لي عمود تلقائي وياخد الرقم بتاع الاتنين جريد دول، فده هيوفر له وقت كتير قوي. اقول له موافق، فكل اتنين جريد هيحط لي فيهم العمود الانشائي. تمام، هات كولوم لما يكون عندي عمود معماري، مجرد ان انا اعمل عليه واقول له هات كولوم يروح محول لي العمود المعماري ده يحط جواه عمود انشائي. طيب خلينا اهوت، اقول له كولوم ارتكشر كولوم اهوت، خلي بالك من موضوع الهاي والدبس، وبعد كده اروح للاستراكشر هقول له كولوم واختار اد كولوم. تمام، مجرد تعمل سيلكت بس عليه هو يبدا يحط لك العمود. ممكن تختار اعمده معماري كتير، روح على طول هو حاطط فيهم الحاجه بتاعتك. تمام، تاج امبليسمنت، بحيث ان انت وانت بتحط التاج وانت بتحط العمود يتحط مع التاج بتاعه، بيقول لي مش متحمله التاج، تقدر تحملها بس مش خالص. دي اهم الحاجات الخاصه بالعمود اللي شايف.